Salam alaikum. Narkom Brook, à tous les Algériens et spécialement aux cyclistes algériens, professionnels et amateurs. Marhaba bikoum aya. Aziz Lahtihat, président du cycliste amateur d'Alger. Orani ntkellem au nom de tous les cyclistes algériens pour ntkellem aliha ala el kharja ta'na. L'Era Hijaya, le 25 septembre 2020. Cette kharja va être une kharja watania, hafla watania, iltiqa. يكون الموعد تاعنا نتلاقاو كامل في تي بازا مع العشيه. نديماريو كامل الصباح. كاين بزاف المجموعات اللي راحين يروحوا وكاين ناس اللي يروحوا وحدهم. المفيد راح يكون الملتقى في تي بازا. هذا اليوم هذا راح تكون حفلة وطنية للدراجة. مرها ولا جات من قبل وهذه هي المرة الأولى. هذا اليوم راح يكون يوم تاريخي وراح يتكلم عليه عبر الأجيال وراح يصبح عبرة يتبعها ما بعدنا. وحتدخل وتصبح الدراجة تدخل من يوم فصاعدا في تقاليد كل الجزائريين ويستعملونها يوميا. 25 سبتمبر راح يكون يوم مقدس للجزائريين وراح تكون الناس كامل تهضر عليها. هذا اليوم بزاف الناس اللي سقساوني عليهم ونجاوبكم على هذا النهار. هذا النهار هو مجرد ملتقى ولكن المعنى تاعه كبيرة جدا. هي فيها حب للرياضة الدراجة التي تجمعنا. وكذلك راح نتحدثوا على الدراجة التماك في هذاك الملتقى ويكون التبادل الأفكار لتطوير هذه الرياضة في بلادنا. احنا هما الأولين، البلد تاعنا في إفريقيا هو الأول، وإن شاء الله هذا الحدث يتكرر عدة مرات ويتبعونا الدول الأخرى. ما تضيعوش هذه الفرصة الثمينة وهي الأولى كذلك، وما تضيعوهاش. ديروا كلش باش تكونوا حاضرين معنا. ومع عليها غير نقول لكم مرحبا بكم معنا ويعطيكم الصحة وشكرا على حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله.